السرقة تاعكم بريزنت يا دونك انا مانيش من الفيس، وانا احمل الفيس نفس المسؤولية التي احملها جنرالات الاجرام، نفس المسؤولية فيما حدث في الجزائر. الفيس اطال في عمر هذا النظام كما الجنرالات اطالوا في عمر هذا النظام. قص قرمط وزدكم من شعر بيت خافتي. أعرف الفيس من الداخل، تعاملت مع إطاراته فوق فوق خلاصة، عرف على بالي كيفاش راهم عايشين، شفتهم في الماريكان وفي العواصم الأوروبية كيفاش راهم عايشين. نهار شافوا البلوط بدا ينقب أعطاوها، ولاد الشعب اللي ساندوا الفيس خلاوهم يموتوا، قطعوا لهم رصانهم، يسرقوا لهم ولادهم في الليل اللي نفاوه في البوركينا فاسو، نفاوه في البوركينا فاسو. الرقم الثاني تاع الحزب تاعهم خلوه يمشي بالكلاكات ليومنا هذا، واحد ما على باله بجده. كان جاو عندهم قليل من الكرامه كرم عونوه. ايماجين ما يديروش الخير في اقرب الاقربين اليهم، كيفاش تحوسوا يديروا الخير في الشعب الجزائري؟ شفتم خاوتي كيفاش عايشين، ما خدموش ولا نهار في حياتهم، عايشين بلا كرواروج بالاعانه تاع الدوله. حتى في الدول الأوروبية التي كانوا يقولون لنا باللي الدول دول كافرة طغمة، أم عايشين تحت حماها ليومنا هذا مازالوا عايشين على ظهر الجزائر. لماذا؟ لأن صفاتهم كم دوموندور دازيل كطالب لجوء على ظهر الجزائر، أني محقور في البلاد، ناس انكونيتو بطيئة يروحوا يديروا دوسي تاع الفيس وعمرهم لا خدموا. لزام بوليس الكوم لقورهم ما يسلكوا عليها. وزيدكم من الشاري بيتا، كاين جزائريين مساكن طلبة وخدامة تال ما يحبوا البلاد، كي تهضر لهم قال الله قال الرسول، حنا اون سانكلين دوفون الله والرسول صلى الله عليه وسلم، ابا يجيو يروحوا للمريكان في العواصم هذو يوليو ائمة ويهضروا لهم بالدين كما كانوا يديروا لنا في التسعينات. على بالك واش داروا لهم خاوتي؟ باش لهم دي سالير. الجزائريين يديروا لما كل شهر ويمدوا لهم سالير 5000 دولار 6000 دولار لهؤلاء الناس الذين كانوا تابعين للفيس. اعرف من هم من اشترى فيلات بني كان في دول اخرى، عندهم طموبيلات فاخره، ولادهم يقراو في مدارس خاصه، يس برايفت سكول، ما يتخلطوش مع الناس. احنا كانوا كل خلنا عليها نحيا وعليها نموت. لن يتكرر هذا الامر، لن نستعمل العنف للوصول الى الحكم، نحن نستعمل الحقيقه، قوه الشعب. عندما يتدارك الشعب أمر مهم، وهو أن السلطة للشعب مش للمافيا.